منتخبنا قوي، احنا عندنا ثقة في نفسنا. Continue to work to get to the World Cup. قادرين بإذن الله على التأهل. ده حلم كل اللعيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، وشكرا لهنا العاصمه للاستضافه اليوم لوضع النقاط فوق الحروف للمباراه الهامه والتي تجمع بين منتخبي مصر وغانا او غانا ومصر، المباراه الاولى في التصفيات النهائيه المؤهله لكاس العالم باذن الله عز وجل. الحقيقه من المزيكا ومن المقدمه ومن الكلام ومن اللعيبه ومن الشكل انا عايز انزل العب، يعني انا ايه خلاص ناقص البس الشورت والفانيلا واروح جري على الملعب في كوماسي، وكلنا لعبنا في كوماسي وعارفين الاجواء هناك، لكنه حسيت بجد انه في حاجه. مصر كلها ما تمشيش في الشارع دلوقتي واحد يقول لك بكره النتيجه ايه، ان شاء الله يا كابتن باذن الله هنكسب، ان شاء الله هنعدي، مصر هتعمل ايه، هو الماتش الساعه كام، هو الماتش فين، طب ابو تريكه اخباره ايه، طب صلاح شيكابالا ولا وليد سليمان، شريف اكرامه حالته كويسه ما كانش خد الحضري، طب رايك ايه، حسني عبد الرب يلحق المباراه، جده عيان بجد، كل ما فيش حديث في مصر الا عن مباراه غانا ومصر في التصفيات المؤهله لكاس العالم. وهذا الحديث باذن الله غدا سيكون حديث جميل، سيظل حديث جميل باذن الله، واحنا معانا كتيبه اللاعبين الرائعين اللي هتمثل مصر في هذا اللقاء، ربنا يوفقهم يعملوا اللي عليهم والباقي على الله سبحانه وتعالى. النهارده معانا كمان كتيبه رائعه، كتيبه متميزه للتحليل، هتقروا المباراه قبل ما تتلعب، هتعرفوا التشكيل قبل ما يقولوا برادلي وقبل ما يقولوا كواسي ابيار، هتعرفوا طريقه اللعب، هتعرفوا كل حاجه عن المباراه من خلال محللنا الكبار المحترمين، ناقدنا الكبير استاذ حسن مسكاوي. ألف مليون أهلا وسهلا، وما أحلى الرجوع إليه كما كتب نزار قباني وشدت نجاهت ولحن محمد عبد الوهاب. اهلا بيك يا كابتن، وحشتنا الكوره، وحشنا طبعا التوتر اللذيذ اللي انا حاسس بيه دلوقتي. يعني توترت؟ لا من يعني من لما كل بس ما دلوقتي اكتر. لا الواحد اللي هو انتظار النتيجه، المباراه، الاجواء، هنعمل ايه يا ترى، يعني التوتر ده الواحد بقاله مده ما حسش بيه يعني. فالحمد لله ان احنا رجع لنا هذا الشعور. يعني إذا كانت نجاة قالت ما أحلى الرجوع إليه، فوردة قالت لك وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشتنا كابتن أيمن، ووحشت كل المشاهدين بآرائك وتحليلاتك الجميلة. والله يا كابتن كل سنة وأنت طيب وجميع المسلمين طيبين بالعيد الجميل، لكن لأول مرة يا كابتن أحس إن العيد مؤجل عندنا، كل الرياضيين في حالة تأجيل للعيد لحد المباراة، يعني اللحظة المهمة العيد متوتر عندنا لهذه الدرجة، إن إحنا مش قادرين نستشعر حلاوته، لان المباراه فعلا على راي المسكاوي حتى البدايه تحس ان انت داخل فيلم جوسا ولا حاجه من بتوع سبيلبرج، الافلام اللي هي هتخضك وترعبك وتخوفك. المباراه على هذه النوعيه، مباراه مخاخ، مباراه اذكياء، مباراه ابطال، مباراه تصنع التاريخ وتصنع الفارق، هنعيشها ازاي، هنشوفها ازاي، السيناريوهات من اول اليوم عمال اشغل نفسي عشان ما افكرش، كاني نفس الكلمه اللي انت انا حاسس ان انا نازل العب. صحيح. حاجه كبيره قوي. كل سنه وانت طيب. صح. السلامة أيمن، خلينا نغير الأغنية اللي كنت هقولها لك، فبقت يا ليلة العيد أنستينا. هل بكرة إن شاء الله هتبقى ليلة العيد أنستينا بأداء منتخبنا الوطني بوجوده في الملعب إن شاء الله بتحمله المسؤولية يا كابتن خالد، وبشكرك مرة تانية إن أنت موجود معنا النهاردة. لا أنا اللي بشكرك طبعا على إتاحة الفرصة ليا، وكل سنة وأنتم طيبين والكباتن طيب. الكبار طيبين، وكل سنة والشعب المصري والأمة الإسلامية كلها طيبة. يمكن الكباتن اتكلموا على موضوع، انا اعتبر ان عيد بكره ممكن يبقى عيدين باذن الله، عيد الاضحى المبارك وكمان عيد فوز مصر باذن الله. اتمنى يا رب يكون ان كل اللعيبه جاهزين لموقعة كبيره جدا مهمه جدا بالنسبه لكره القدم المصريه، لان في الفتره الاخيره انا في رايي احنا تحولنا النهارده او الاسبوع ده تحولنا من ناحيه سياسيه لناحيه رياضيه. وهي دي كره القدم وهي دي الرياضه. الواحده بقت موجوده في الوقت الحالي بسبب مباراه لكره القدم لغانا، احنا كنا بعيد عنها بقى لنا سنتين ونص،
كلنا متفرقين، كل واحد في يمه، سياسه شغلت امورنا. اعتقد ان كره القدم في اخر اسبوع فعلا هي الحاله الوحيده القويه في الوقت الحالي اللي كلنا بنتكلم عليها وكلنا مجتمعين عليها، يمكن ال 90 او 85 مليون. يا ليله العيد انستينا، ونرجع لكم تاني على طول. اليوم فرحة العيد بتبقى فرحة طبعا للمصريين جميعا. يعني بتعملي ايه الاكل الحلو اللي انت بتحبيه؟ طبعا ولحمة. اتفضل. طبعا الدنيا تمام مية مية. بسلق اللحمة واعمل التخديعة واسوي الرز عادي وعيش وكده، ونعمل السرنج. فتة صبح وظهر وعصر. نعمل جلاش وبنعمل فتة وبنعمل بمبار ونعمل كل حاجة حلوة. نصلي وندبح ونفرق على الفقراء والمساكين. الاقبال على الشراء عامل ايه؟ مش زي كل سنة صراحة، مش زي كل سنه حقيقه، لان هو كل سنه كنا بنبدا البيع مثلا قبلها ب 10 ايام، قبلها باسبوع. العالم تعبانه، الناس ما معهاش فلوس والعمليه تعبانه مع الناس. بيبيع لحمه ايه؟ ببيع لحمه جملي. جملي؟ جملي صغير. طيب الكيلو كام؟ الكيلو ب 52، ومحدش معاه فلوس يشتري اللحمه والله. ليه يا عم الناس حواليك اهو زي الفل؟ تعبانه. محدش معاه فلوس. في ناس حضرتك هقول لك على حاجه، ما بتاكلهاش الا من السنه للسنه بنسبه الاسعار الغليان دوت. لازم الغلاء، لازم الدنيا تخف شويه عشان الناس الغلابه حتى ياكلوا لحمه بس. نروح عند الجزار نذبح وكده، وبعد كده بقى نتفرج على الماتش ان شاء الله. ان شاء الله مصر هتكسب وهنبقى فوق القمه ان شاء الله. ان شاء الله هتبقى مباراه سهله للمنتخب بتاعنا، لان احنا كعبنا طبعا بيبقى عالي على الملاعب الافريقيه عامه. باذن الله فوز مصر 2-1. ان شاء الله فوز مصر 2-0. ان شاء الله مصر تكون فايزه بالمباراه وربنا ينصرنا على غانا. زي ما قلنا تسلم الايادي للسيسي، هنقول المنتخب تسلم الايادي عشان هم دول المصريين. 1-1 هناك، وان شاء الله 2-0 هنا بامر الله محمد صلاح اللي هيسجل باذن الله. باذن الله 2-0. مصر كده كده كسبانه، خلي بالك في كل حاجه مصر كسبانه. يا رب ينصر مصر ونفوز ان شاء الله. نتمنى لكل الشعب المصري ان ينعم بعيد الاضحى المبارك، وان يكون عيد سعيد على الجميع، وان يمن الله سبحانه وتعالى على منتخبنا الوطني المصري بالفوز في مباراه غانا، ونتاهل باذن الله تعالى لنهائيات كاس العالم القادمه بالبرازيل. تابع معكم هذا التقرير ماجد غراب لسي بي سي. صلى على رسول الله وزيد النبي صلاه، يصلح حالك ووسع رزقك ويحنن عليك، ومصر تبقى بخير يا رب، ومصر تكسب يا رب، ويعود علينا الايام بخير يا رب. هو ده الشعب المصري، بيقولها خالد بيومي واحنا بنتفرج. هو بص لك مصر كده كده كسبانه، والناس مش قلقانه ولا عندها خوف ولا عندها قلق ولا عندها هلع ولا عندها اي حاجه. والست الجميله دي مصر، بص التقرير ده في الدقيقتين دول، هي دي مصر الاساسيه. مصر الحقيقيه طبعا. مصر اللي في الشارع، مصر اللي موجوده، مصر البسيطه، مصر العتيقه، مصر العريقه، مصر الاثار، مصر كل حاجه. مصر الجميله، بلدنا جميله جدا، بلدنا ناسها وشعبها اماكنها الحلوه وكل صحيح. حاجه يعني الحقيقه. طيب يعني قبل ما ادخل في المباراه والتحليل، النهارده كان هناك حادث مؤسف جديد من التراس النادي الاهلي بعد حادث الامس عندما حاولوا اقتحام مطار القاهره الدولي، وتصدت لهم بعض القوات المخصصه لتامين مطار القاهره، اصيب 14 ضابط ومجند، وتم القبض على 25 من التراس النادي الاهلي، واليوم النيابه امرت بحبسهم 15 يوم على ذمه التحقيق. الطريف والجميل واللذيذ والممتع ان السيد وزير الطيران هو رجل فاضل والله، اسمع على مسمى فريق عبد العزيز فاضل، قال لك دول كانوا بيحتفلوا بس يعني الاجواء خرجت شويه. حلو الاحتفال اللي انت بتعور فيه 14 ضابط وعسكري، حلو الاحتفال اللي انت بتحاول تقتحم فيه مطار القاهره، حلو الاحتفال يبقى فيه ضحايا، حلو الاحتفال اللي انت بتروع بيه المسافرين سواء كانوا مصريين او اجانب. هذا ليس احتفالا يا سياده الوزير، يعني كفانا خوفا وهلعا. اليوم تعاملت قوات الامن بمنتهى الحزم والحسم والشده، ولكن دون ادنى خسائر في الارواح مثلما حدث بالامس. الالتراس عاود اليوم وجوده في طريقي صلاح سالم يمينا ويسارا امام نادي الجلاء. خليني بدل ما احكي لكم، معانا عبد العزيز شاهد عيان عما حدث اليوم من الالتراس، ما الذي حدث، كيف كانت المظاهره، كيف كان قطع الطريق، وكيف انفضت هذه المظاهره. مساء الخير استاذ عبد العزيز. مساء النور يا كابتن. ايه اللي حصل النهارده يا فندم؟ هو اتجمع عدد من اعضاء الالتراس يقدر بالمئات امام نادي الجلاء.
وقطعوا الطريق من الاتجاهين واشعلوا اطارات الكاوتش بشكل مسيء جدا واطلقوا الشماريخ، وده سبب ذعر بين الناس وسبب زحام شديد في الشارع. وتم توجيه انذار لهم من قبل الامن ولم يستجيبوا للاسف. فاطلقوا الامن اطلق عليهم الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وفتح الطريق وتم القبض على عدد منهم. تم القبض على بعضهم. تمام. طيب قطع الطريق قعد قد ايه يا استاذ عبد العزيز تقريبا؟ من نص ساعه لساعه الا ربع. وزحام مروري عنيف ها؟ بطريقه رهيبه يعني، الشارع كله كان واقف ومحدش كان عارف يعمل ايه، يعني مفيش رجوع، مفيش رجوع في الشارع، والامن كان واقف مش عايز يرجع حد عكسي كمان. مش راضي يرجع حد عكسي، الامن جه متاخر ولا كان متواجد من البدايه؟ هو الامن كان متواجد بس بعيد. يعني كان واقف بعيد. لمده زي ما قلت لحضرتك من نص ساعه لساعه الا ربع. لحد ما تم التعامل معاهم. التعامل هل كان هناك اطلاق نيران، اطلاق خرطوش، ولا فقط لا غاز؟ لا هو بالغاز المسيل للدموع فقط. الاعمار بتتراوح من قد ايه يا استاذ عبد العزيز اللي كانوا موجودين يعني؟ كلها شباب من برضه. 15 ل 20 اكبرهم ممكن 25 سنه. وتم القبض. ومفيش فيهم قيادات يعني، ما كانش فيهم قيادات، كلهم شباب بس. تم القبض على بعض منهم؟ تم القبض على بعض، لكنه مفيش تعامل بعنف، مفيش ضرب، مفيش ايذاء. لا خالص. كان كله باحترام، وهو زي ما قلت لحضرتك الغاز فقط. الغاز فقط وانتهى الامر. هل الولاد بقى جريوا في شوارع جانبيه ولا كانوا بيتفرقوا ازاي يعني؟ هم في منهم جري طلع كوبري الجلاء والامن لحقه، وفي منهم دخل برضه في الشوارع الجانبيه، الامن كان وراه. وتم القبض على بعضهم. على عدد منهم. لكنه الان المرور عادي والحاله عادت الى طبيعتها. عاد لطبيعته تاني وما فيش ادنى مشاكل على الاطلاق. لا خالص. اظن تدخل الامن قوبل بارتياح من المواطنين اللي كان احوالهم متعطله يا استاذ عبد العزيز. اكيد طبعا، لان كان في سيارات اسعاف متعطله، وكان في ناس عايزه تلحق تروح قبل الحظر. صحيح. وكان في ناس وليله عيد كل سنه وانت طيب يعني، نازله عايزه تحتفل بالعيد. لكن ما فيش صدام بين المواطنين وبينهم، ما حصلش. المواطنين اثروا السلامه يعني. هم كانوا موافقين، بعض الشباب منهم عشان ينبهوا الناس برضو قبل ما يدخلوا عليهم. ده الامن. الامن. اشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد العزيز، شاهد عيان عما حدث اليوم. اما ما حدث بالامس فقد تلقت النيابه العامه اخطارا بان مجموعه من الاشخاص قد اثاروا الشغب بمطار القاهره وتعدوا على قوات الشرطه المختصه بتامين المطار، فأصابوا 13 من قوات التأمين، ثم حاولوا اقتحام الصالة رقم 1 لاستقبال إحدى البعثات الرادعة. هقول لكم قصتها لأنها قصة تهلك من الضحك يعني. حال وصولها إلى القاهرة قد تمكنت الشرطة من ضبط 25 شخصا من مثير الشغب بحوزة أحدهم فرد خرطوش، كان راح يحتفل الحقيقة. وكانت النيابة بشرت التحقيقات وأجرت المعاينة اللازمة لصالة الوصول. طبعا في كاميرات كثيرة جدا بتصور، تبين وقوع ترفيات بها، كما تبين من معاينة المنطقة المحيطة بصالة الوصول وجود آثار لاستخدام مواد مفرقعة. انتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لبيان تلك المواد. انتهت من استجواب المتهمين، اسندت اليهم بقى ما يلي: جرائم التجمهر، الشروع في القتل، البلطجه، استعراض القوه، احراز الاسلحه الناريه والذخائر والمفرقعات، ومقاومه السلطات وتخريب المنشات العامه. امرت بحبس 25 متهم حبسا احتياطيا، هم احمد اسامه، سامح بدير عمر، عبد الرحمن، محسن عوض، ماجد محمود، احمد، محمد يوسف مخلوف، عمرو محمد ربيع، حسام حسن، يوسف سمير، هشام ابراهيم، محمد سعد، عثمان محمود، احمد ابراهيم يوسف، احمد وائل محمد، احمد محمد صلاح، مهند عبد المقصود، فاروق عماد فاروق، احمد علاء الدين، سامح زيدان عزيز، عبد الله صلاح عبد الله الشهير بعبدينيو، احمد محمد زهره، احمد مصطفى كمال، محمد عوض محمد، محمد حلمي احمد، امير محمد هاني، عمرو محمد وجيه. دي الحصيله. خليني مع حضرتك برضه استاذ حسن، هو كان ايه المطلوب يعني بعد الجواب اللي جه من غانا استشهدوا بالوايت نايتس؟ هل عايزينهم يستشهدوا بالوايت نايتس وبالالتراس عشان تكون هناك محاوله لنقل المباراه؟ الفرحه اللي بيتكلم عليها الكابتن ايمن، او السعاده اللي بيقول عليها الكابتن خالد، هل هم بيحاولوا بكل الطرق انه هذا اللقاء ينقل خارج مصر وبالتالي تقل فرص مصر في استقبال اللقاء ومن ثم تصبح فرصنا في الوصول ايضا صعبه؟ انا ما اقدرش اقول ان الهدف ان المباراه تنقل، لكن ده تخريب يعني، ده تخريب وتدمير وما لهش علاقه لا بالرياض ولا بالتشجيع الحلو الجميل وتهريج كمان، لان الحقيقه
يعني قطع طريق على ناس رايحة يعني شغل، رايحة مكان، عنده واحد في عربية إسعاف بلطجة، ده مسألة شديدة الخطورة. أنا بتخيل لو أي واحد أبوه في عربية إسعاف أو ابنه في عربية إسعاف وعايز يروح، أو أطفال يعني كانوا عاملين منظرهم إزاي، وعايز يروح يلحق مستشفى وناس بتبلطج وقاعدة في الشارع وقطع طريق، يعني مفيش حاجة اسمها مظاهرة تقطع طريق. والجماعة كمان بتوع الغرب العبط دول اللي هم عاملين واخدين موقف من مصر، الحقيقة مفيش شعب في العالم ولا دولة في العالم تقبل ان يبقى فيه مظاهرة وتقطع طريق ويعني يعني تنزل حتى من الرصيف. اعتقالات في انجلترا مجرد واحد بس كان معاه، وانا برجو جماعة السياسيين بتوعنا يعني يبطلوا النفاق، لان النفاق السياسي فاق الوصف طول الثلاث سنين اللي فاتت. مفيش حاجة اسمها مظاهرة سلمية، مش كل شوية واحد يطلع يقول لي يبقى شايف ناس بتموت يطلع بعدها في برنامج في الدستور يا يعني مش عارف ايه بيدي حق التظاهر للجميع. يا اخي بطلوا نفاق، احنا زهقنا من النفاق ده. مفيش حاجة اسمها مظاهرة سلمية. مظاهرة سلمية يعني ما ينزلش من على الرصيف، مظبوط، يعني ما يشتمش حد، يعني ما يعملش شغب. هي دي المظاهرة السلمية. لكن كل شوية تطلع مظاهرة يموت فيها 10 ولا 15 بقى تقول لي سلمية، أو يقطعوا الطريق ويقولوا لي سلمية، أو يكسروا عربيات ناس ويقولوا لي سلمية. سلمية إيه؟ أنا بحمل للسياسيين اللي يعني مين السياسيين؟ أبناء بني السياسيين. أبناء بني حنجوري، قبيلة مشهورة قبيلة حنجورية مشهورة جدا، اللي هم عمالين يتكلموا يتكلموا كلام حنجوري صحيح. والحقيقة إن هم يعني عشان بس إيه يشتروا الناس، يشتروا الحرية بالكلام الفارغ اللي بيتقال ده. بطلوا بقى، في نظام وفي قانون وفوضة. طيب. ده لازم يطبق. قبل ما اروح بقى للمباراه عايز اقول لكم ان هناك هلع في انجلترا، لانه عدد المقبوض عليهم والمعتقلين، هم كاتبين كده في التقرير، المعتقلين هذا العام او يعني من بدايه العام 2456 من اجمالي 29 مليون بيدخلوا المباريات في الدوري الانجليزي والمسابقات الانجليزيه المختلفه. فقال لك انه ظاهره الهوليجانز ممكن ترجع تاني، وعايزين يحطوا تشريعات جديده خوفا من ان 2456 تم اعتقالهم وحرمان بعضهم من دخول المباريات. هذه هي انجلترا ام الديمقراطية. الموضوع ده زاد 30% عن الاربع سنين الاخيره، يعني 2456 ده بزياده 30% من اجمالي 29 مليون وده خطر بيدخلوا المباريات. تخيل بقى النسبه قد ايه للتناسب. كابتن ايمن لك احنا عندنا هنا 10,000 الغوا النشاط الكروي. خلينا نروح للمباراه، مباراه مصر وغانا او غانا ومصر. كابتن ايمن حجري معاك شويه، انه الناس قلقانة والناس خايفة جدا والناس في حالة يعني ايه توتر. انت عندكم كلام لبرادلي؟ طيب بس شوية هناخد برادلي كمان او شوية. لا انت بتدور على السؤال في دماغك. لا السؤال موجود عندي. لا بالعكس ما كسبناش رسميا من 21 سنه، من ساعه ما انطونيا بويا جاب جون في احمد شوبير وكسبونا بيه في السنغال 1-0 1-0 بس احنا بنكسبهم على طول. التاريخ معانا، لا الجغرافيا. اخر نهائي مصر مع غانا، مصر اللي كسبت. معلش طولت في السؤال بس انا بدل الناس كل التصور اللي موجود. هل واحنا برضو بنقول كده؟ مش هم بس بيقولوا كده كمان. واحنا كمان تحولنا للمشجعين. لا طب خلينا محللين. لا مش محللين. هل التاريخ يحضر؟ لا انا عايز اقول دي المدعمات النفسيه ما قبل المباراه. حلو جميل. كل واحد بيقعد يخلق حاله من الثقه داخل نفسه، لان خلي بالك المباراه كلها واقفه في دماغين اتنين، ابيا وبرادلي. الاتنين دول بيفكروا يعملوا ايه ببعض، الاتنين دول قروا ايه عن بعض، الاتنين دول بيذاكروا ايه عن بعض. اني برادلي مقرر اني منطقه يدافع منها، هيهاجم منين ويدافع منين، وابيا بيستعد له ازاي، وعارف يوقف خطوره المصريين ازاي. الله، انت بتكلمني على موقعه كرويه، عشان برضو كلامنا يبقى واضح. موقعه كرويه فنيه للاذكياء، للي قادر يبقى ذكي جدا سواء لاعب او مدرب. الاثنين بيحضروا لبعض ازاي، انهي مكان هيواجهوا بعض فيه. الفرقتين اتفقوا على بعض في كوماسي. لا طب خليني الاول انا عايز اقفل دي. اتفضل. الاثنين فعلا قرروا يواجهوا بعض في نص الملعب، في نص يعني الملعب. عمليه تكسير العظام تكون في نص الملعب. اللي يقدر العظام على التاني في المنطقه دي هيكسب المباراه. طيب معنى الاثنين اتفقوا على كده، حضروا لبعض ازاي في المنطقه دي ازاي. احنا عندنا قوه وعندنا فكرنا. طب هل انت هتخاطر وتطلع تدافع من قدام وتعمل ممكن؟ طب هرجع لك تاني بس هروح لكوماسي، اروح للصديق العزيز والزميل العزيز سيف زاهر، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم ورئيس بعثه المنتخب الى غانا في هذه المباراه الهامه. كابتن سيف مساء الخير، كل سنه وحضرتك طيب.
كابتن احمد مساء الخير والف مبروك على رجوع حضرتك ومنور الشاشه، وبحيي ضيوف حضرتك الكابتن ايمن يونس، كابتن خالد بيومي، الاستاذ العظيم حسن. الله يخليك سيف، احنا قاعدين عارف ايه؟ بنلعب بنلعب ناقص يعني والله نعمل الترابيزه دي ملعب وانا البس شورت وفانيلا وخالد يجيب فيا جون واستاذ حسن وايمن. اديني الاجواء عندك شكلها عامل ازاي؟ والله حضرتك الاجواء الحقيقه عندنا من ساعه ما وصلنا يعني اللعيبه نفسياتها عاليه جدا، كل اللعيبه عارفين ان ده حلم بالنسبه لهم، مش بس طموح وصول لكاس العالم، عارفين ان دي هتكون خطوه لرجوع الدوري، خطوه لرجوع مصر على تاني، خطوه لحاجات كتير جدا. عن كل واحد فيهم عنده طموح مختلف، الجهاز الفني عنده تصميم غير عادي، لاول مره الحقيقه من يوم ما استبراد جه مصر اشوفه بيضحك وبيحاول يفك اللعيبه، والحقيقه شغال معاهم بشكل مختلف. انا شايف ان شاء الله باذن الله ان حاله اللعيبه وحاله الفريق يعني فنيا وبدنيا كويسه، وان شاء الله باذن الله يعني هم ادوا الفتره اللي فاتت بشكل جيد سواء في المعسكر سواء هنا، ما قابلتناش الحقيقه اي مشاكل من ساعه ما جينا، الدنيا بالنسبه لنا ماشيه كويس جدا، كنا مظبطين من قبل ما نيجي، وجينا الحقيقه لقينا كل الترتيبات زي ما هي. يعني بنتمنى بقى دعاء المصريين وتوفيقه في كابتن احمد ان شاء الله. طيب الاكل كويس؟ احنا كابتن احمد بالنسبه للاكل احنا اخدين معانا شيفات معانا من مصر فالاكل الحقيقه ما عندناش فيه اي مشكله، يعني فطار غدا عشاء المطبخ شغال، احنا متفقين اصلا مع الاوتيل اللي احنا فيه ان احنا هناخد المطبخ احنا اخدينه والشيفات شغالين لينا، الحقيقه ما عندناش فيه اي مشكله خالص. النوم كويس؟ الاوض الحقيقه يعني هو الاوتيلات مش على المستوى المطلوبه كابتن احمد، بس احنا بالنسبه لنا يعني الاوتيل كويس جدا، هادي بالنسبه للعيبه ممتاز، ما عندناش في ازمه، نضيف في حته هاديه الحمد لله الامور كويسه. الجمهور هناك معاملته كويسه؟ عايز اقول لحضرتك ان احنا اول تمرين الحقيقه واحنا رايحين لقينا حوالي 1500 واحد من الجمهور واقفين على باب الملعب فما دخلنا بصعوبه، اول ما دخلنا ابتدوا يهتفوا على ابو تريكه وعمرو زكي وابتدوا يحيوا اللعيبه، بعد ما دخلنا بخمس دقائق ناداني مستر برادلي وقال لي ان انا ممكن اتكلم مع بتوع الامن الحراسه اللي معانا ان لو يحبوا يدخلوا الجمهور يدخلوه. كويس. فتحوا لهم باب عشان يخشوا دخل حوالي 1000 وجي 1000 تاني بقوا 2000 واحد ابتدوا بقى يطلعوا الاعلام المصريه وابتدوا يشجعوا اللعيبه، وكان جو الحقيقه يعني جو جميل جدا. طيب خليني اسالك عن حسني عبد ربه. والله كابتن احمد يعني انا حسني بقاله كام يوم بيشتغل على الشد خفيف وانا الحقيقه ما عنديش معلومه بالظبط هو النهارده اتمرن خفيف، ما عنديش فكره ان كان بكره موجود ولا لا، ولا يعني وجهه نظري الشخصيه ان بيتهيألي صعب يلحقه يعني ما دخلش مع الفرقه. بيتهيألي كده انا الحته الفنيه الحقيقه بعيد عنها خالص. لا 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 انا عمري ما هسألك في حته فنيه، انا افهم ده كويس، لكنه بسألك اذا كان اتمرن او ما اتمرنش، فانت بتأكد لي انه لم يشارك في التدريب. طيب جده يعني حضرتك خفيف جدا يعني طيب. بيفك شد لكن ما اعتقدش ان هو داخل معاهم بقوه. جده النهارده كويس، النهارده الحمد لله نزل التمرين واتمرن وادى بشكل طبيعي جدا. الحاله العامه يعني بيبان قوي في الوجوه يا كابتن سيف انه في حد مركز، في كله طبعا مركز بس بتبقى باينه في تركيز بتوتر، انت قلت لي اول مره برادلي يضحك وراجل نادرا ما بيضحك الحقيقه، هل الروح دي موجوده عند اللعيبه التركيز الشديد بلا توتر؟ في خليطه كابتن احمد ما بين جيلين، في جيل حاسس ان هو ان شاء الله باذن الله يعني هي دي الفرصه اللي ممكن يروح فيها كاس عالم، عنده عزيمه كبيره، شادد الجيل الصغير اللي وراه، الجيل الصغير ماسك في الناس الكبيره، حاسس ان ده ممكن تكون بوابه منه للوصول للعالميه والاحتراف من بره، يعني في حضرتك خليطه بين جيلين نقطه هتجمعهم ان لازم نكسب لان كل واحد عنده وهدف. اعتقد حضرتك ان المجموعه الكبيره كابتن ابو تريكه والجمعه وحسني والمجموعه دي اعتقد ان هي عامله حاله قويه جدا في المعسكر. طيب قصه انه طلب الاتحاد الغاني نقل مباراة العودة، هل بتلقي بظلالها عليكم او هناك حديث الشارع الغاني او حديث الاعلام الغاني، ولا كان جوابه والسلام؟ ولا حضرتك اصلا ليها اي صدى حتى في الاتحاد الغاني، بل بالعكس الامور بسيطة جدا، هو حضرتك الناس في سوء تفاهم، الناس مش فاهماه، هو حضرتك جواب الاتحاد الغاني بيراوغ، احنا برضه يا كابتن احمد عملنا كده قبل المباراة هنا، بعتنا الاتحاد الدولي عشان يبعت الاتحاد الغاني يدوا لنا ضمانات في التأمين وضمانات في الطيارة، هم برضه بيشتغلوا معانا بنفس القصة وهم برضه اشتغلوا بنفس الموضوع، واحنا بالفعل ردينا من الاتحاد المصري وبعتنا ضمانة من الحكومة المصرية ومن الاتحاد المصري ان احنا مسؤولين تماما عن تأمين الفريق الغاني، وهم عارفين ان اللقاء في مصر وجايين يلعبوه ما عندهمش أي مشكلة. أنت إحساسك إيه؟ انا بتمنى من ربنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نكسب بكره، لان احنا مش بس ان شاء الله باذن الله حلم التاهل لكاس العالم، احنا التوقيت في مصر محتاجين الفوز ده جدا، مش بس نفرح بيه الناس ولكن نجمع الناس كلها، يعني حاجه الحقيقه بقى لنا فتره ما شفناهاش، فان شاء الله باذن الله ربنا يدعمنا. اشكرك شكرا جزيلا الزميل والصديق العزيز الكابتن سيف زاهر رئيس بعثه مصر الى
كوماسي بغان. عايز تقول حاجه ثانيه على المنتخب قبل؟ لا انا ما بقولش على المنتخب، انا بكلمك لسه بس انا بكلمك لسه على قصه المباراه. المباراة دي بتتشال في قصص كرة القدم الأساطير الأسطورية أو الأساطير للأساطير. عارف أنت لما لعبت مثلا ماتش هولندا الدقيقة من واحد لدقيقة 90، يعني في الدقيقة الثالثة حصل إيه يا شوبير؟ هتقول حسيت بكذا. الدقيقة أقصد طبعًا. مباراة الدقيقة فيها محسوبة بل مؤرخة. يعني مباراة تاريخية. ما أنا بقول تاريخية. يعني هي مباراة للقصص التاريخية الأسطورية، لأن هي بتصنع تاريخ في هذا الجيل. أنا أعتقد الاثنين مدربين ما بيناموش، لأن هي برضه في الآخر هتتقلب مباراة شطرنج. مين قدام مين؟ أنهي منطقة هنهاجم فيها بعض واللعب فيها بعض؟ مين هنقدر نعمل ثغرات منين؟ هنقدر نهجم منين؟ هنعرف ندافع منين؟ خلي بالك مباراة ما ينفعش اللعيب مثلا يفقد فيها تركيزه 1% خالص ولا ثانية. مباراة تصنع الفوارق بدرجات التركيز. كمان في حاجة خطيرة جدا، الإقناع. في حاجة اسمها في عالم كرة القدم اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي، ازاي تقنع المنافس ان انت الأقوى في الملعب. يعني أول ربع ساعة في المباراة دي هتشوف عنف مشروع، قوة في الملعب إن شاء الله من رجالة مصر يقدموا شيء من إقناع للمنتخب الغاني إن اليوم مش سهل، اليوم صعب جدا، المساحات ضيقة، الخطوط كلها مقفولة. يعني هي مباراة حالمة لكل لاعب. أعتقد كل لاعب بقى، وده سؤال خطير جدا لينا في الاستوديو، داخل ينام ازاي؟ واخد الخطة ازاي؟ وبيحلم بيها ازاي؟ ومستني بكرة ازاي؟ مهم جدا ان انت متخليش اللاعب يتوتر بالليل قوي، وازاي تخرجه ما قبله. كل ده ما قبل المباراة، وازاي متخليش درجات تركيزه وقلقه تعلى. حدوتة قبل النوم تكون حلوة. بص انت بتهزر. والله انا بهزر. الحدوتة اللي هي المحاضرة. انت قلت ايه؟ انت قلت ايه في كلامك؟ برادلي كان بيضحك وبيهزر على غير العادة. هو بيشد الولاد. هو معناها ايه؟ بيشد الولاد من الضغوط اللي بتحاول. في واحد عندك شاب صغير او جولدن بوي زي ما بنقول اللي هو محمد صلاح. النهاردة انت بتحط عليه امال المباراة او نتيجة المباراة او الهدف. طب الولد ده هتساعد وتدعمه نفسيا ازاي؟ خلي بالك النفسي في هذه المباراة يوازي القيمة الفنية. 50-50. انا بقول حدوتة قبل رد على كلام الكابتن ايمن. طب اكمل بس حدوتة قبل النوم. ما خليك تقول انه الراجل اكيد بيقعد محاضره، ففي محاضره تدخلك وانت على السرير مشدود عامل كده، في محاضره تبقى جميله. دي الحدوته الاخيره اللي قبل النوم اللي هيقولها براد للاعب. في كلام اللي قاله كابتن ايمن حته موضوع بالنسبه للعيبه اللي هتنام ازاي. معدل البطولات اللي موجوده عند لعيبه منتخب مصر عالي جدا جدا، معدل ممارسه البطولات كمان اذا كان في 2006 2008 2010 فهم مروا بظروف انا في رايي افضل بكتير جدا من المنتخب الغاني اللي معدل اعماره السنيه اقل بكتير جدا. فده ممكن يكون في صالح اللعيبه الكبار ان هم يخرجوا الحاله النفسيه. الحدوته قبل النوم وفي خمس نقاط للمباراه دي كابتن احمد قبل ما تبدا. واحد هو الهدف من المباراة ايه؟ مصر عندها فرصتين، فرصة التعادل وفرصة الفوز. ده انا في رايي هدف مش موجود عند المنتخب الغاني، لان غانا عندها فرصة واحدة بس امام 50 متفرج، الفوز يا الفوز. فانا في رايي ان ده ممكن يعمل على الاقل ضغط عاصفي يكون في صالحك. اثنين، الحالة الفنية للاعبين. الحالة الفنية للاعبين يعني انت لابد ان يكون عندك اقل لا يقل عن 10 لاعبين في حالتهم الفنية العالية جدا عشان يقدروا يعملوا استيعاب للشكل الجمالي والتكتيكي بتاع المنتخب الغاني. ثلاثة، القراءة الجيدة للمدربين. قراءة كواسيا بيا مع فرقته في 8 شهور وقراءة برادلي مع سنتين في 60 لعيب اشركهم مع المنتخب المصري حتى الان يمكن ان نتكلم في الناحية الفنية. ثلاثة، النقاط اللي هيلعب عليها. فدي برضو من القراءة الجيدة. النقاط، في نقاط ضعف عند المنتخب الغاني وكيفية اللي هي الحدوتة قبل النوم في الريلاكس في التعامل مع اللعيبة في اعطاء النواحي الفنية في ان المنتخب الغاني ليس بالمنتخب البعبع او منتخب قوي ولكن ليس بالمنتخب البعبع لان منتخب مصر برضو لديه امكانيات عالية جدا. اخر نقطة هي الحالة الذهنية والنفسيه للاعبين اللي هي برضه حدوته قبل النوم دي مرتبطه مع الحاله النفسيه والذهنيه. الحاله النفسيه اللي قبل المباراه وليله المباراه واثناء المباراه لابد ان تكون مكتمله بنسبه 100%. انا كنت افضل يعني ان يكون في اخصائي نفسي زي ما بيحصل في كل الانديه الاوروبيه في كل المنتخبات الاوروبيه يكون متواجد على الاقل للكلام والشرح خصوصا في الظروف اللي احنا فيها بالنسبه للشد العصبي بتاع الحاله السياسيه اللي موجوده. يعني كان اقتراحه، ولكن في النهايه اعتقد ان برادلي بجهازه الفني بمجموعه اللعيبه بالخبرات العاليه بتاعه ابو تريكه حسن عبد ربه حسام غالي مش موجود
انا بتكلم الخبرات كلاعب متواجد في بطولات كبيره مع وائل جمعه نفس الموضوع ابو تريكه كلهم لعيبه عندهم خبره على محمد نجيد لانه مارس نفس الضغط فاعتقد ان لهم دور كبير جدا في ان هم يعملوا الحاله النفسيه والذهنيه للجيل الثاني اللي اتكلم عليه سيف زاهر. طيب اذا الخبر المؤكد ان حسني عبد ربه لن يشارك غدا وغالبا لن يكون في التشكيل. قبل ما نروح للاستاذ حسن المستكاوي تعالوا كده نشوف حدوته عمنا برادلي. في 24 من سبتمبر عام 2011 أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع المدرب الأمريكي بوب برادلي لقيادة المنتخب المصري خلفا للمدرب الوطني الكبير حسن شحاتة بعد سباق مع العديد من الأسماء المعروفة كان أبرزها الصربي ميلوفان راجيفيتش والكولومبي فرانشيسكو ماتورانا. منتخب الساجدين خاض 34 مباراة تحت قيادة مديره الفني الذي يخوض تجربته الأولى خارج بلاده بدأها وديا مع البرازيل بالعاصمة القطرية الدوحة في 14 من نوفمبر عام 2011 وخسر بهدفين دون رد وأنهاها وديا أيضا أمام أوغندا في 2 من أكتوبر وفاز بثلاثة أهداف نظيفة. على صعيد النتائج حقق المنتخب الوطني مع مديره الفني الأمريكي الفوز في 21 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر في 7 مواجهات ونجح لاعبوه في تسجيل 75 هدفا وتلقت شباكهم 33 هدفا كما أشرق الجهاز الفني قرابة 90 لاعبا منهم 20 تقريبا من الشباب. المدرب البالغ من العمر 55 عاما واجه مع مساعديه ظروفا بالغة الصعوبة تمثلت في توقف النشاط المحلي أكثر من مرة وخوضه معظم التجارب الودية خارج مصر ورغم إخفاق المنتخب في بلوغ نهائيات كأس الأمم الإفريقية بجنوب إفريقيا أمام منتخب إفريقيا الوسطى المغمور إلا أنه أثبت تميزه كمدير فني بعد أن قاد منتخب الساجدين لحصد العلامة الكاملة في التصفيات العالمية وتصدر المجموعة السابعة التي ضمت الثلاثي غينيا وزيمبابوي وموزمبيق. وكان برادلي قد صنع اسما كبيرا مع منتخب الولايات المتحدة ووصل معه لنهائيات كأس القارات 2009 بجنوب إفريقيا ثم قاده لنهائيات كأس العالم الماضية على أرض مانديلا أيضا قبل أن يتوقف مشواره عند الدور الثاني بعد خسارته أمام البلاك ستارز ويأمل في قيادة الفراعنة لنهائيات المرة الثالثة في تاريخهم ويمنح الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم الجائزة الكبرى كما فعلها الراحل الكبير محمود الجهري قبل ربع قرن. الأرقام الرائعة في التصفيات والرغبة العارمة لنجوم الفريق في تحقيق الحلم الكبير مع اعتماد الجهاز الفني بقيادة برادلي على تشكيلة متجانسة من الشباب وأصحاب الخبرة بقيادة المدافع الكبير وائل جمعة ومعه زملائه شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور وحسام غالي وحسني عبد ربه وشيكابالا والعائد محمد ناجي جدو بالإضافة للنجمين محمد أبو تريكة ومحمد صلاح اللذان سجلا 11 هدفا في هذه التصفيات من مجموع 16 هدفا زار خلالها أبناء النيل شباك منافسيهم. كل هذه المقومات تمنحهم آمال عريضة لإطفاء بريق منتخب النجوم السمراء وضرب موعد مع الكبار. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل تستطيع كتيبة برادلي تحقيق نتيجة إيجابية وتقدم للجماهير المحلية هدية العيد بوضعها قدما على أرض السامبا أم يؤجل الحسم للقاء 19 من نوفمبر المقبل بالقاهرة؟ دي كانت حدوتة عمنا برادلي. عايز اقول لكم حوار حامي الوطيس بين ايمن يونس وخالد بيومي على التشكيل وعلى الفرقه وعلى التغيير وعلى الاحتياطي وده امر في غايه الروعه والجمال. هقول لك تشكيل متوقع يا استاذ حسن وحضرتك تقول لنا التشكيل المتوقع لمنتخب مصر. شريف اكرامي، احمد فتحي، سيد معوض، محمد نجيب، وائل جمعه، حسام غالي، محمد النني، حسام عاشور، محمد ابو تريكه، محمد صلاح، واخلاف ما بين شيكابالا ووليد سليمان. ده التشكيل المتوقع لمنتخبنا الوطني. طيب شايف التشكيل ده الانسب ولا ممكن يفاجئنا عمنا برادلي بحاجه جديده بكره؟ هقول لك، هرد على سؤالك على طول، بس ليا بس ملاحظه كده على حكايه الضغط على الجماهير، الضغط على منتخب غانا انه هيلعب قدام جمهور متحمس يعني.
مؤشر ان الجمهور بتاع غانا يخش المنتخب بتاعنا ويهزر ويرفع الاعلام، دي ناس اعصابها هاديه بالكوره عندها والرياضه عندها متعه وبهجه ما هياش غناءه. ده امر مهم جدا. كان في مدرب فرنساوي شهير درب الاسماعيلي، قال لي على الفرق، يعني درب في افريقيا ودرب في مصر، باتريس نوفو درب في افريقيا وفي مصر وفي الصين وفي اوروبا، فقال لي فروق مهمه جدا على الحاله النفسيه للعيبه. الافارقه بيدخلوا اوضه اللبس قبل الماتش وهم بيرقصوا وبيغنوا، كاميرون وهم داخلين تونس بيرقصوا وبيغنوا بالظبط. الصينيين بيقعدوا يتكلموا مع بعض كلام كتير عشان عداء، كل دي مظاهر لشيل التوتر. الاوروبيين تركيز شديد قوي وصمت، لكن بعد المباراه كانهم داخلين حرب. بعد المباراه كان مفيش حاجه حصل، عشان كده ليهم دايما دايما بيبوسوا بعض وبيحضنوا بعض، ما عندوش مشكله خالص. العرب والمصريين ما زال الكلام لباتريس نوفو. الصلاة والدعاء المستمر وقراءة القرآن علشان خاطر يعني يبقى فيه مساندة. المساندة دعم النفس. هو كان شايف ان ده يعني في شكل من اشكال الضغط النفسي على اللعيب، بيوضح الفروق ما بين جنسيات مختلفة. الافريقيا بترقص وبتفرح بكرة القدم، مش ما تبقاش مضغوطة قوي يعني. ودي نقطة احيانا بتبقى لمصلحتنا، وظهرت لمصلحتنا في بطولات الامم الافريقيه الثلاثه اللي احنا كنا كسبناها ورا بعض. لكن خليني ارجع بس للموضوع التشكيل. كابتن انت بتقول تشكيل مقترح، وهو الحقيقه في التشكيل اللي احنا نتمنى او كل واحد فينا بيرى انه الانسب لمنتخب مصر، وكل واحد فينا لما بيحط تشكيل بيحط الاعتبارات فنيه بغض النظر يعني علاقات الحب والود بين لاعب ولاعب يعني او بيننا وبين اللعيبه يعني. شريف اكرامي لو الود والحب انا وايمن نرجع نلعب يعني طبعا ما عندناش مشكله يعني. عشان نغرق. ما انت لا مش هسيبك انت وايمن ترجع. ايوه صحيح. نعم شريف اكرامي خلاص، حتى برادلي قال لنا كنت موجود في كنت انت معانا هو نمره واحد، وكان ساعتها الحوار الحضري يعود او لا يعود او يعود، فحسمها. تسالته على الحضري يرجع ولا ما يرجعش، هو حسمها قال لك لا انا شايف ان شريف اكرامي هو الحارس رقم واحد. تمام. احمد فتحي الباك اليمين، جمعه محمد نجيب ما فيش خلاف، الخلاف على سيد معوض. الناس بتقول سيد معوض ولا جديد. انا رايي انا الشخصي يعني سيد معوض. ليه؟ لان سيد عنده التكتيك الدفاعي او الشق الدفاعي بينفذه بشكل كويس، وعنده وعي تكتيكي لما يبقى يعني عنده التزام في المباريات اللي هي خارج الارض، ما تتقدمش بعد نص الملعب كتير، بيعملها كتير مع الاهلي. بتلاقيه ملتزم بحدود نص الملعب بتاعه اللي ورا مش النص اللي قدامه. حسام غالي، حسام غالي ليبرو، يا ترى ليبرو قدام الاربعه ولا ورا الاربعه؟ لو ورا الأربعة هتبقى مسألة خطر جدا، ده احتمال يلعب كده، لكن أنا شايف إن لو حسام غالي ليبرو قدام الأربعة ده أحسن. ليه؟ زي ما كنا كابتن حسن بيعملها مع هاني سعيد. علشان ما أنت تلقائيا لما يلعب ليبرو ورا المدافعين وعامل عمق دفاعي بالتراجع هتخلي الدفاع كمان يرجع. كانت تجربة سيئة جدا مباراة مصر وزيمبابوي 4-2 لو تفتكروا، رغم كسبنا أربعة لكن كان في دربكة وعدم انسجام وعدم تفاهم. أخطر حاجة مع لعيبة عندها مهارات زي الغنيين أو عندهم سرعات زي الغنيين. إذا أنت تفضل أربعة وقدامهم حسام غالي. تمام. كمان حسام غالي يبقى قدام ليه؟ مش عشان كمان يعني نتحاشى إن إحنا نرجع لورا فيضغطوا علينا أكتر، لا، عشان كمان يبقى عندك اثنين بيصنعوا اللعب. أبو تريكة في نص الملعب القداماني وحسام غالي في نص الملعب اللي ورا الثاني، لان احنا محتاجين لعيب لما نمتلك الكره ونستحوذها ثاني. على فكره الصوره اللي في الشاشه دي كنا بنلعب بليبرو ولا لا 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 لا, لا, لا سمن ولا غنى من جوه. مستغرب جدا ان ده بليبرو يعني. حتى الصوره ما تجيبش ان ليبرو خالص. رجع لوائل وفتح الله الاثنين جنب بعض على الورق. خلوه ده كان بليبرو مظبوط، كنا بنلعب بفتح الله سائط وكان بيلعب بوائل جمعه وقدامه حجازي وكان فتح الله الليبرو ساعتها، ومع ذلك دخل فينا جونين بطريقه غريبه جدا. اتفضل. انت حسام غالي لما يبقى في نص الملعب اللي ورا لما تقطع الكوره حسام يقدر يبني هجمه بتمريره دقيقه وفي العمق على طول وبشكل مباشر، فدي فايده ثانيه لوجود حسام
في هذا المكان. عاشور ونني انا ما اعتقدش ان الخلاف على الواجب الدفاعي او ان هم لعبت الارتكاز المدافعين، ما فيش خلاف على ده. ابو تريكا ورا راس الحربه، سواء قدام وليد سليمان ولا محمد صلاح او محمد صلاح لوحده. احنا عندنا ثوابت، ما فيش خلاف، يعني ما عندناش خلاف على شريف، على فتحي، على وائل، على نجيب، على معوض، على حسام غالي، على عاشور، على النني، على بوتريكا، على محمد صلاح. على محمد صلاح هو الخلاف ده من على لعيب واحد. تمام. وليد سليمان ولا شيكابالا ولا عبد الله سعيد في وسط الملعب بدل واحد من انت تفضل مين؟ انا الحقيقه يعني عاشور والنني مفيش خلاف. تمام. افضل وليد سليمان. تفضل وليد سليمان. ليه؟ لو لعبنا وليد سليمان ومحمد صلاح احنا بنعمل ضغط شويه على الفريق الغاني من قدام. احنا انا مش لازم يقربوا لينا. انت هدفك حتى لو كان دفاعي في هذه المباراه، جزء من التنفيذ الدفاعي السليم والصحيح انك انت ما تخليش الفرقه اللي قدامك تقرب منك. فالاثنين دول بيعملوا ده، بجانب ان وليد سليمان بتجربه مع الاهلي ومع سيد معوض بينزل يغطي كتير قوي مع سيد معوض، وهيحتاج في هذه المباراة انك الناحية اليمين اللي فيها ايو انك ترجع لعيب اتنين لعيب على الاقل يغطوا بعض من الناحية من هذه الناحية. الفرقة هتعتمد على جملة هجومية مضادة، اعتقد ان مدرب غني عارفها واحنا كلنا عارفينها، ابو تريكا الى محمد صلاح. تمام. طيب كرة طويلة. كابتن ايمن، تفضل حسام غالي ليبرو ولا بيلعب في وسط الملعب؟ ده سؤال. تفضل شيكابالا يبدا ولا يبدا وليد سليمان؟ ولا انت كان عندك اقتراح كمان احمد عيد عبد الملك؟ السؤال الاهم، محمد صلاح في الجنب اليمين ولا الجنب الشمال؟ لانه في مباراه غينيا الاخيره كانت مباراه لا قيمه لها، لكنه دفع برادلي مره راس حربه ومره ناحيه الشمال، وكان مأثر شويه على ميكانيزم الفريق. نقطه كمان مهمه، انه افول لما غاب في المباراه الثانيه للاهلي والترجي في تونس كان وليد سليمان تقريبا نجم المباراه، لانه قفول من اللعيبه التقال جدا في صفوف سواء المنتخب الغاني او نادي الترجي التونسي. خلينا نتفق على ان انت بتحط تشكيلك مش على بس المميزين اللي عندك او اللي هينفذوا خطتك، لا لازم تكون قاري الفرقه الثانيه ايه وقوتها واماكن ضعفها واماكن قوتها ايه. فاحنا خلينا نتكلم، حسام غالي محطوط في الملعب ليه؟ حسام غالي محطوط في الملعب عشان يرد على بعض الالغاز الفنيه اللي ممكن تحصل في المباراه، قد يورطوك ويلعبوا 4-1-3-2 وده في حلمهم، ولعبوا بيها ثلاث ماتشات هناك على ارضهم، على ارضهم ما بيلعبوش غير 4-1-3-2 ولا 4-2-2 ولا اي حاجه، لعبوا 4-1-3-2 فقد يورطوا. وساعات الثاني اللي هو جنب اسامه معترض على 4-1-3-2. لا هي لا لا هي مش التركيبه كده، شقاء الهجومي كده. لا نعم ده مش معترض عليه انا. انت مش عايز توقعني انا وخالد ليه؟ مش فاهم لا ما في هو بص هو في الاخر كل واحد له وجهه نظر، وفي الاخر الاثنين برادلي ومدرب انا هم اللي هيبقوا اصحاب كل لا بس الشق الهجومي من 4-1-3-2 بس اللي انا بقوله واللي خالد يقوله هي وجهات نظر واقعيه بمنتهى الواقعيه كره قدم، ولما نقول حاجه لازم الناس تصدق ان هي دي الصح. يعني سوري برضو مع كامل احترامي لكل الناس اللي بيقول اللي بيتقال معاك في الاستوديو يا كابتن شوبير مش هيتقال في الاستوديو تاني في الناس بقياده الكبير الجميل الاستاذ حسن مسكاوي. فاوعى تكون بتفكر ان انت بس بتنقي المميز اللي عندك، لا ده انت بتنقي ناس اصحاب مهمات عندك، لان الفرقه اللي قدامك وهي بتهاجمك عايزه تهاجمك ايه؟ خلينا نفكر هم بيفكروا ازاي وانت هتفكر ازاي. لو دلوقتي ورطك وعامل لك اتنين فرود في اول ربع ساعه، يعني مثلا اللي هو وكاسو ده او اللي هو مبارك وكاسو ده هو لعيب خطر جدا مثلا، رغم انه بيلعب في نص الملعب وساعات بيميل لتحت قوي وساعات بيوصل لمناطق تحت، لكن هو عنده قدرات الاختراقيه وان يبقى راس حربه تاني مؤلمه جدا. طيب هل انت عامل حساب ان هم اي ضغوط هجوميه بزياده مين اللي يحل لك مشاكلك؟ انت مش هينفع تعمل تغييره مبكره، فقد تلجا زي ما الاستاذ حسن بيقول قد تكلفنا كتير، لكن قد تلجا ان انت تعمل 3-2 لو اتزاد عليك 3 هنا يبقى هتاخر حسام غالي. هتاخر حسام غالي دي ظروف مباراه وقد تتلاعب بالشكل الحركي لحسام غالي على حسب ما يتراءى ليك، يعني انت في وقت هتحب تضغط عليهم وتضغط في منطقه نص الملعب، بس في وقت انت محتاج تاخد نفسك فتحب تستنى شويه. خلي بالك المباريات دي مش مباريات وتيره واحده، دي مباريات لازم يكون عندك تنوع حركي فني في المباراه. طيب ما ينفعش لعيب يفضل يقدم ما تخلص مني بسهولة. لا بالعكس، لا ده بالعكس انا هكمل لك. لا انا عايز لا بالعكس لا انا ماشي معاك حلو. لا والله عايز اعرف حسام غالي، اصل هي دي في هي دي عايز اعرف حسام غالي محطوط اللي هو الجوكر بتاع اللعب. يعني ممكن اللي هو الجوكر اللعب على حسب استاذ حسن اللي بيلعب قدامي هروح محرك الراجل ده ازاي. يعني ممكن
ممكن يكون ليبرو وسط الملعب او ليبرو خط الدفاع. بتفق مع الاستاذ حسن بس حسن احنا الاثنين او الواحد بالظبط كده تمام. على حسب هم هيعملوا ايه تمام. لكن هو برده في كلمه خطيره جدا في عرفنا كرياضيين انت ازاي تمشي المباراه بمزاجك انت انت اللي تسوق وانت اللي تعمل تسوق فهو الجيم هنا فن السيطره فن السيطره مش هكلمك عن النفسيه اللي هو منتهى العنف والالتحامات المشروعه في البداية اول ربع ساعه حرب لازم هو وسط الملعب. لازم هو يخاف منك ويبتدي يقلق ويبتدي يفقد تركيزه سواء الفردي او الجماعي يعني الجمل بتاعتهم تتلخبط وكل دي الحاجات سهله عندنا لان احنا على ارضهم في كل دي حاجات اول ربع ساعه لان اول ربع ساعه دي شخصيه المباراه شخصية هي شخصيه المباراة. المباراه في اول ربع ساعه هتعمل فيها ايه هتمشي فيها ايه فحسام غالي هو الكارت اللي بيعمل كده انا بتكلم احنا اتفقنا كلنا ان محمد صلاح هو الولد بتاعنا اللي بنامل منه ان هو بيعرف يلاقي مساحه ويصنع مساحه ويقدر يوصل للمرمى ويقدر يجيب جول على 6 اهداف نعم وهو هدفنا بلا ضربات جزاء خلي بالك يبقى انت لازم توفر له لازم توفر له المساحات الحركيه سواء الطوليه لان هو الوحيد اللي عنده اختراق طولي وعرضي بقدرات غير عاديه يعني ممكن تحط له راس حربه يبوظ له اللعب حلو سؤالي ممكن تحط له لعيب في الجهه العكسيه يبوظ خلينا فيه هو الاول يمين ولا شمال لا يمين ولا راس حربه يمين خلاص ما فيش يمين ولا شمال ولا راس حربه يمين هو بيلعب يمين ولا شمال ولا راس حربه محمد صلاح يمين تمام طبعا خلينا هو ما لعبش لك يمين ماشي كويس ما الماتش الاخير ما لعبش يمين لا ماتش غني ما لعبش يمين تمام برضو ماشي قد يكون برادلي بيتلائم للماتش ده ماشي يعني انت فاهم ان هو يقول انه ممكن العبه هنا وهنا طيب انت ممكن يكون بنفس السيستم اللي هيلعب بيه بكره ولو غلط وعمل نفس السيستم ده غلط ما هو انت لو حسبتها لو انت بالتشكيل اللي احنا حاطينه على الشاشه شيكابالا وابو تريكا ومحمد صلاح نفس السيستم لا هو اجتهاد شيكابالا اولا نقول مثلا لو احنا بنفس السيستم هيبقى اجباري يبقى احنا بنلعب محمد صلاح براس حربه وهم مش راس موجود وان انت تضحي بمحمد صلاح وتحط راس حربه يعني قضيت عليه فنيا في الملعب لو لعبته راس حربه او ناحيه الشمال لا ناحيه اليمين هو بيلعب من اول ناحيه الشمال هو انت مصمم كلكم مصممين ناحيه اليمين ناحيه اليمين نعم. وانا اعتقد بتفق طيب ناحيه اليمين عشان نحافظ له على المساحات اللي يعرف يجري فيها مين ويخترق منها واتفقنا على ان الدويتو بتاعه ابو تريكا كويس في كل الماتشات اربع تجوان من السته ابو تريكا اللي عامل له تجوان مين الناحيه الثانيه ايوه احتياجاتك بقى الفنيه برضو ارجع للكلمه الجميله اللي انت قلتها احتياجاتك الفنيه في النهايه للدعم اللي انت محتاجه عايز واحد قوي وعنيف انت قلت وليد سليمان بيساعد طيب مين الناس الاقوياء ويخوفوا في المنطقه دي هل هتقدر تقنع عمرو زكي ان هو يلتزم بالناحيه دي ويعرف يعمل راس حربه تاني في اوقات ويعرف ينزل يساعد يعني في اوقات عندك اوبشن تاني ان ممكن عمرو زكي يبدا اساسي كراس حربه قوي بس ما يهوبش ناحيه راس الحربه قوي لان لو هوب ناحيه راس الحربه هيضيع محمد صلاح خلي بالك ما هي حسابات ما انا بقول لك الماتش شطرنج يا اما طب انا بس بس سوري يا امام اقطع بس ثانيه واحده هو عمرو زكي كان بيعمل الدور اللي بيقول عليه ايمن في كاس الامم الافريقيه عمله فعلا كان بينزل كتير عشان يغطي ويعمل بواجب تبع درجه انك انت تقول ده منتخب مصر بيلعب 14 مركز لان كمان حتى زيدان بينزل وكان ده كان ايام كاس الامم بس انا ما اعتقدش ان دلوقتي عمرو زكي ممكن يعمل ده انا برضو انت 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 جميل ولمحت حاجه حلوه قوي انا برضو كل اللي بدور عليه المدرب لما بيفكر في ايه في المباراه لازم يخوف اللي قدامه تمام ولازم يوتره طيب. ولازم يخوف فانت اذا كنت هتحط شيكابالا انت بتتكلم التحامات عنيفه اصل دي المباراه الالتحام محسوب المواجهه الفرديه محسوبه والمواجهه الجماعيه محسوبه ووقفه حسام غالي يتغرق يتنجح تمام يعني حسام غالي في المباراه هو مش رمانة بس الميزان هو يا اليوم يغرق يا اليوم ينجح طيب حسام غالي هيتعامل فيها ازاي يبقى الثلاثي الهجومي من وجهه نظرك ابو تريكا محمد صلاح مختلفين على الثالث انت تفضل شيكابالا ولا عمرو زكي ولا وليد سليمان احمد عيد عبد الملك تفضل مين قبل ما اروح لفاصل مجرد اجابه لحد ما ارجع لك بالتفاصيل لا انا افضل الثنائيه وليد سليمان مع سيد معوض ممتازين وليد سليمان مع سيد معوض ممتازين ممتازه جدا 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 على المستوى الشق الهجومي عامه قبل ما نروح لفاصل يعني قبل ما نخش حتى في السؤال الاخير بعديه اي حد من الثلاثه صلاح او وليد سليمان او حتى شيكابالا او احمد عبد الملك يمكن احمد عيد عبد الملك نسبيا في الناحيه الدفاعيه طرفين ملعب منتخب غانا ممتازين جدا على المستوى الهجومي وده نقطه مهمه جدا فيمكن انا بتكلم على نقاط الشق الدفاعي للاعيبه اذا كان احنا بنطالب محمد صلاح بشق هجومي في الوقت الحالي بس برضه ده اللي كان بيقوله ايمن كيف مبقاش الحمل كله على برافو عليك مبقاش الحمل كله على خالد انت عارف يا خالد ده اللي انا عايز اوصله انت مش بتنقي اللعيب وبس انت بتلاقي اللعيب هيلاعب مين وهيدافع على مين وهيهاجم من مين دي نقطه لازم دي النقطة تركيبة المباراة طيب نروح لفاصل وبعد الفاصل تقرير كيف يفكر كواسي أبيا في هذا اللقاء ونعود إلى خالد بيومي لأنه
بالتاكيد هيقول لنا كتير جدا على المنتخب الغاني، وبالتالي هرد على تساؤلات استاذ حسن مستكاوي والكابتن ايمن يونس.